أيها الليل الطويل ألنجلي. رندلي إيه بس يا دول؟ طب هو دلوقتي الليل عمل لك إيه علشان تشتمه؟ ها؟ يعني افرض دلوقتي حطك في دماغه وما طلعلناش نهار. ولا أنت مالك أنت؟ أنت بتتكلم ليه بيني وبين الليل؟ دي حاجة خاصة بيني وبين الليل، بتتدخل فيها ليه؟ الليل عمره ما يزعل مني يعني. ألو؟ يا رانيا؟ إيه 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 مال؟ مالك في إيه؟ إيه إيه إيه؟ شش. في إيه يا رانيا؟ فار. وفار بقى صغير ولا فار كبير؟ كمان صغير يا رانيا. الرعب اللي انتوا عاملينه ده كله عشان فار صغير دخل البيت ازاي اساسا؟ ما تقلقيش بالليل بقى اما ارجع ان شاء الله بقى اموتك الفار ده. اجي دلوقتي يا رانيا؟ ما انا عندي. حاضر هاجي دلوقتي يا ست. حاضر. دولا انت بجد هتصطاد الفار ده؟ طبعا يا ابني، انت ما تعرفنيش، انا ياما اصطدت زواحف. الزواحف يعني ديناصورات وكده هون؟ ديناصورات يا ابني، الديناصورات دي انقرضت يعني، خلصت من مصر كلها يعني، مفيش ديناصورات. ده كان زمان، انا لو الديناصورات ليها اهل لسه لغايه دلوقتي كنت موت اي ديناصور عادي يعني. لا يا دولا لسه ما خلصتش يا عم، ده لسه واخدين فيلم جنينه الديناصورات بطوله. لا يا ابني، الثانيه جنينه الحيوانات، هم اساسا الديناصورات بيعيشوا في جنينه الحيوانات. اصلهم من الجيزه يعني؟ من الجيزه يعني، البطايه مطلعينها من الجيزه، بس عملوا مشاكل بقى مع ملك الغابه. ملك الغابة؟ ما تقول القرد يا عم من غير ألقاب. ملك الغابة هو القرد. انت بتحن دايما لجنسك كده طول الوقت يعني. المهم انا هتكل على الله دلوقتي اروح اصطاد الفار ده بقى. دولا والنبي دولا عايز ايه؟ انا عايزك تاخدني معايا يا دولا والنبي. ها؟ اختك معايا فين يالا؟ وانا رايح اتفسح ياض. يا دولا عشان خاطر نفسي اتعرف على الفار ده يا دولا. الفار؟ قولوا وانت مش عارف الفار ياض؟ امال اللي بيجروا في المخزن طول الوقت وبيطلعوا فوق مناخيرك وانت نايم دول ايه؟ لا يا راجل. دول فر. ما تخليش حبك لتوم اند جيري يتغلب على حبك لابوك يا ياسمين. ايه يا عادل؟ في ايه يا حبيبي؟ في ايه؟ فار يا موكوس، وكنت عامل لي فيه احمد السقا في افريكانو. ده انا ما حصلتش احمد عيد في افريكانو برضه. يا جماعه دي ايدي. ايدك جايه تحت السرير. مش معقول بقى كده يا عادل، مش معقول الرعب اللي احنا عايشين فيه ده. يا بيبي ماليش دعوه، انت لازم تتصرف في الفار ده، هنموت يا بيبي. ما تقلقوش يا جماعه، ما تقلقوش. يانا الفار ده في البيت ده ان شاء الله همسكه وهعلقه من ديله قدام الباب بتاع ام مرفت عشان اخليه عبره لكل الزواحف. ركز معايا. افتح ايدك. احتياطي. هنا ده المنظور الافقي والراسي بتاع الشقه اللي احنا فيها. ماشي، دي الشقه يعني. دي الشقه. طب احنا فين يا دول؟ في الصاله. ادي الصاله اهو كده اهو، ادي الثلاث اوض وادي الحمام. ماشي. احنا فين؟ انت عايز تشوف نفسك هنا على الخريطه؟ يلا انا بشرح لك الخريطه وركز معايا عشان الفار. يلا ركز معايا. طب البازار فين؟ البازار مش موجود هنا. الشقه فيها بازار؟ لا. يبقى خلاص ما تسالش، تسمع بس. ماشي. دلوقتي الفار اكيد دارس مخارج ومداخل الشقه كويس قوي يا معلم، وبعدين دخل على الشقه واختار اوضه وكن فيها. يا دول انت من الصبح يا عم على عمال تكلمني على فار وانت اصلا راسم ارنب. الارانب اللي انتوا في بالكم ان انتوا بتاكلوها بتبقى شبه ده؟ ايوه دول. انا امي دايما كانت تقول لي انزل المخزن يلا رمزي هات لنا ارنبين علشان نعمل ملوخيه بالانارب. بالانارب؟ ما ممكن تبقى انارب غير الارانب. يا غبي. اكيد طبعا بعد ما كنتوا بتاكلوا الملوخيه كانت القطط بتلم عليكم. يا دول احنا ما كناش بنلحق ناكل يعني، احنا يا دوبك هناكل كده وهن القطط بقى بينونوا ويقوموا هاجمين على الملوخيه ام انارب دي، ياخدوا الانارب ويسيبوا لنا الرز. مش عارف ليه دول. يمكن الرز مثلا بيعمل لهم تخمه ولا حاجه والقطط عامله رجيم ولا عموما الارنب اللي عندكم في البلد شبه الفار اللي عندنا هنا في مصر، فاحنا عايزين نصطاد الفار ده. هنجيب كميه مصايد مرعبه رهيبه ونشتري جبنه ونحط بقى ايه الجبنه جوه المصايد. اتفقنا دول. وبعدين انا هبقى نايم جوه في الاوضه، اول ما المصياده تصطاد
انا عارف. تقوم عامل لي اشاره على طول. ايوه عارف ادول الاشاره، انا عارف. اقوم غمز لك كده. غمز لي كده، هي دي الاشاره، وانا نايم جوه وهسمعك. هسمعك ازاي يا غبي؟ اه صح ادول. خلاص ادول انا هصفر لك. لما انت لو صفرت لي ما انا ممكن اصحى. خلاص اغمز لي بس بصوت. دلوقتي يا جماعه انا جمعكم عشان اقول لكم ان في حظر تجوال، ممنوع اي واحده فيكم تخرج من اوضتها لغايه اما نقضي على هذا الفار المنقرض المتوغل في داخل الشقه. يا سلام، طب وقف ده، احنا عايزين نروح الحمام. لا ممنوع، ممنوع اي واحده تخرج من اوضتها يا جماعه. انا مش مسؤول عن اي واحده تخرج وتوصل للصاله، مش مسؤول عن تامينها. وهل فتره الطوارئ سوف تستمر دهرا؟ فتره الطوارئ انا ممكن اقول لكم في الاول ان هي مش هتستمر، لكن الواقع والنتيجه واللي حصل اثبت انها بتستمر عادي جدا. مش مهم، المهم ان احنا نخلص منه. طب وطلباتنا؟ لا لو عايزين اي طلبات هنجيبها منين يا استاذ؟ اي حد عايز اي حاجه انا المسؤول عنها. هديكوا تموين يكفيكوا 3 ايام بحيث ما فيش واحده فيكوا تخرج من اوضتها. هل ممكن ابات عند ام ميرفت في الفتره دي؟ نوي يا حماتي، لان ده يبقى اسمه هروب من المعركه. لا ما اسموش هروب، اسمه لجوء سياسي مؤقت، وده برضو مرفوض يا ماما. دولا طب وانا دولا اعمل ايه؟ انت هتفضل مرمي هنا لغايه اما اقول لك اي جديد. ليه يا دولا يا عم؟ ادي الفار لصياده يا دولا، جايب له جبنه يا عم. جايب له جبنه يا ابي؟ هو انت هتصطاده ولا عازمه على الغدا؟ بقول لك ايه، بطلي نفسنا على الفار، عايزه تاكل الجبنه بتاعت الفار ولا ايه؟ يلا يا جماعه كل واحده هتتكل على الله وتخش في مخبأها لغايه اما اقول لكم على الجديد. راح فين يا دولا؟ ايه ده؟ فات 6 ساعات ورمزي ما ادانيش الاشاره، ولا يكون الدهاني مثلا وانا ما سمعتش غمزه عينه. انا مستيقظه طوال الساعات اللي فاتت دي كلها، وسمعت اصوات المصايد مصيده تلو الاخرى. مصيده تلو الاخرى؟ يعني في اكتر من فار ولا ايه؟ اما اقوم اشوف الغبي ده عمل ايه. ولا رمزي؟ ايه دول؟ ايه مسكت الفار يا دول؟ الفار ايه اللي مسكناه؟ ايه اللي انت عامله ده؟ وحاطط لي مصياده في صدرك؟ الفار بيلعب في عبك ولا ايه يالا؟ دول والله ما الفار ما جاشي. ما جاشي؟ امال انت طول الليل اساسا بتعمل ايه؟ ده انا كويس ان انا صحيت لك دلوقتي، فين الفار يا؟ والله ما اكلته يا دول. ما اكلتش الفار، امال ايه الحواسه بتاعت الجبنه اللي حواليك دي؟ كلت كمان الجبن اللي كانت موجوده في المصايد، ده انا كنت عامل حساب اللي يفضل منها اعمله سندوتشات لياسمين. ما اكلتش حاجه يا دول بقى، بطل تظلمني بقى. اظلمك ايه يالا؟ امال الجبنه دي جت منين؟ الفار هو بقى اكلك غصب عنك يعني؟ معلش بقى دول، اصل انا بصراحه جوعت يعني امبارح. ماشي ماشي، بتاكل الجبنه اللي جوه المصياده. ماشي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ماشي، انا هتصرف بقى، احط في الجبنه سم. سم دولا؟ والسم دون يعني هيغير طعم الجبنه؟ لا مش هيغيرها خالص، انا اعمل لك سم كمان بالكاتشب، ويبقى مصائد قوم عند قوم. يا دولا دول يا دول، انت قاعد كده هون ولا انت على بالك كده هون يا دول؟ وفي فار غريب في البيت بتاعك وسط الستات بتوعك يا دول؟ انت ايه، خلاص الرجوله بتاعتك ما بتطرقعش عليك؟ ما بص ولا هقوم اطرقعك على وشك. فار ايه قادر اللي اخاف على الحريم منه يا دول؟ الفار هيبص الحريم، الفار يبص لسندوتشات الحريم، يبص لحته الجبنه محطوطه في المصياده. ها ما دول. طب انت دلوقتي رحت اتفاهمت معاه بالحسنى ما رضيش يفهم يا عم، خلاص بقى سيبه في البيت. اسيبه في البيت؟ لا مش عادل سعيد اللي يستسلم، انا بس مجرد ان انا يعني بلم قوتي عشان اعمل خطتي واضرب ضربتي بكل قوتي. ماشي ماشي ماشي. في يلا اعلان ان هو في الجورنال بيقول اقتلوا فرانكو وريحوا بالكو. اقتلوا فرانكو؟ لا يا دولا دي شركة اجرام يا دولا، دلوقتي وهتدخل نفسك في سيم وجين لو البوليس شم خبر. بوليس ايه يلا اللي يشم خبر؟ هو في بوليس للحيوانات يلا يا اهبل. امال يا دولا؟ يلا مفيش كلام من ده، يعني انا لو ذبحت فرخة مثلا هاخد فيها اعدام؟ طبعا يا دولا، مش رفعت سلاح في وش فرخة؟ يا دي عبيط يا دي عبيط، لو في بوليس للحيوان كان زماني بلغت عنك انت، كانوا حبسوك بقى ايه في قفص كده زي القرود عشان تبقوا مع بعضيكوا يعني. عموما انا هتصل بالشركه دي واخليهم بقى ايه يجيبوا لي الفار ده، انا عايزهم يجيبوا لي الفار ده حي عشان انتقم منه بنفسي. تلف
فرانكو رايحوا مالكم؟ في البدايه محتاج منك شويه بيانات. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل حضرتك، ده انا مستنيك من بدري. بالنسبه للبيانات، انا اسمي عادل سعيد، متزوج. لا لا لا، انا عايز شويه بيانات عن الفار، يعني داخل امتى، عنده كام سنه؟ حضرتك يعني انا ما لحقتش اتعرف بيه لانه بيجري بسرعه جدا. لا، الفار ده انطوائي مش اجتماعي. حضرتك طبعا واضح ان انت اجتماعي، يعني غير الفار خالص، بدليل انك دخلت وقعدت. اهلا وسهلا، ارجوك خلينا نشوف شغلنا. اتفضل حضرتك اتفضل. ايه ده؟ ايه حضرتك؟ ايه؟ معقول؟ ايه؟ الفار ده ذكي، عامل اجهزه تشويش. اجهزه تشويش؟ لحق يخش ويزرع اجهزه تشويش؟ خلينا في الجد، العمليه دي هتكلفك 2000 جنيه، 1000 عربون و1000 لما اسلمك رقبه الفار. ايه؟ 2000 جنيه عشان اطلع فار من البيت؟ حضرتك ده انا اعزل في بيت ما فيهوش فيران ارخص يعني. لا، ما انا هدي لك ضمان سنه ان الفار ما يدخلش عندك جوه تاني. يا سلام، وهيخش لي جوه تاني ازاي اذا كنت حضرتك هكون قتلته؟ بص بقى حضرتك، انا عايز الفار يفضل جوه وانت اطلع بره. معقول كده يا عادل؟ بقى مش معقول، احنا ازهقنا خالص خالص خالص، لا عارفين ننزل ولا عارفين نخرج ولا عارفين نتمشى ولا عارفين حتى ننزل من على الكنبه اللي احنا قاعدين فيها، ومش عارفين نعزم الصحابات بتوعنا، وفاتنا نميمات كتير. صحابات ايه اللي انت عايزه تعزميهم؟ انا مش عارف جو النادي اللي انت عايشانا فيه ده يا حماتي. احنا دلوقتي بقينا كلنا في الوحل. بيبي انت لازم تاخد موقف حد معاه، لانك اديته كذا فرصه وهو اللي ضيعها. انا اعمل له ايه؟ هو مش مديني فرصه. يا ماما معلش. ما هو شفته مش مديني فرصه ان انا امسكه. جدك وامك كان يعفق الفار من هنا ويلعب بيه كوره هو واصحابه. يا ماما، انا الكوره مش من هواياتي عموما يعني، وبعدين كل واحد ليه مدرسه في اصطياد الفيران. انا مدرستي مش عارف مدرستي، بس ان شاء الله مدرسه جديده وانا افرجكم. ايه رايك يا بابا ان احنا نفرج الفار ده على توم وجيري فيخاف ويجري؟ اوعوا حد يفرج الفار على توم وجيري. اولا توم وجيري، جيري ده هو الفار، وتوم ده لعلمك غلبان جدا، ده الفار هو اللي معذبه. لو احنا فرجناه بقى على توم وجيري هيفتنوا ومحدش يعرف يخرجه من البيت. طب بص يا ابي، هو الفار كده كده مع الوقت هيخرج لوحده، لانه يا حرام ولا بيتفسح ولا بيروش. يا سلام، يتفسح ويروش؟ بتتكلمي على ابن خالتك؟ ده فار يا ماما، فار. وبعدين الفار ده لعلمك اهله صعايده، لا بيروش ولا بيخرج ولا كلام من ده. بس انتوا بس ايه، ساعدوني على ما انا انفذ الخطه. ان شاء الله رمزي هيجي دلوقتي وهنخلص على الفار ده. اوكي. ايوه ثانيه واحده. ايوه ايوه خلاص 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 خلاص، ده انا خبطت في المصيده يعني، ما حصلش حاجه الحمد لله. بقى الحرش من البيت ده بقى. خلاص خلاص، ما تقلقوش، انا هحل المشكله وكله هيتحل ان شاء الله دلوقتي حالا، ما تقلقوش. دول يا حبيبي، خش خش، مش وقت دلوقتي عناوين. ايه يا دول، صوتكم جايب اخر الشارع يا عم، في ايه الفرق؟ ايه اخباره؟ طمني. انت جاي تطمن على ابن اختك عامل اللي وز موجود يا سيدي عندنا في الشقه، بس احنا خلاص هنتخلص منه. يلا يا رمزي ما تقلقش. راح فين؟ دخل الاوضه. ولا رمزي؟ نعمة دولة، ولا على الاوضه دي. يلا بقى يلا. انا وشي موجه كده وبقول لك ورايا على الاوضه، رايح فين كده؟ خش دي الاقرب. انا اسف يا دولا، انا اسف يا دولا. اسف بتموتنا انا، هلا بتموتنا انا. بتضرب على وشي. ما خدتش بالي يا دولا. بس بقى بابا انا داخل المطبخ يا بابا. المطبخ ده بيستهبل ده ولا ايه؟ ورايا يلا يا رمز على المطبخ. يا دولا تعالى. يلا يا عادل، يلا يا عادل، ولا يا ويل، ولا يا ويل. يلا يا عادل. انا اسف يا دولا، انا اسف يا دولا. اهو جري جري جري، اهو جري اهو.
عامل ايه؟ ليه الفيران مش عايزه تسيبنا في حالنا؟ ليه دايما في صراع بين الفيران وبين البني ادمين؟ ليه الفيران ما يسيبوش البني ادمين يعيشوا مع بعضهم في سلام؟ وليه البني ادمين ما يسيبوش الفيران يعيشوا مع نفسهم بسلام؟ ليه الصراع الازلي ما بين الفيران والبني ادمين مع ان الكره الارضيه تقدر تستوعب الفيران وتستوعب البني ادمين؟ ليه البني ادمين ما يسيبوش الفيران حتى حته جبنه في اي مصياده والمصياده ما تتقفلش عليهم؟ حرام عليكم يا فيران، حرام عليكم، هنعمل لكم ايه زياده عن اللي احنا بنعمله؟ دعوة للتعايش. ايوه طبعا بشكركم على التحية، بشكركم على التحية، بس تفتكروا سامحني يا دولا، ولا عمري هسامحك ابدا. تبقى شايف الفار ماشي من قدامك تغمز له كده بعينك عشان يلف من وراه وتضربني، ماشي يا رمزي ماشي. يا دولا بقى ما تظلمنيش بقى يا دولا، والله العظيم انا ما غمستلوش الا مرة واحدة بس يا دولا. يعني غمستاله؟ يا دولا اسف. على فكره بقى انا سامع حكايتكم الصبح ودواكوا عندي يا باشا. ايه عندك ميكروكور مشاش بدل الكلكاع اللي على دماغي دي؟ لا عندي حمدي بوسي. حمدي بوسي ده ايه، مضاد حيوي؟ لا بقى ده باشا صائد الفئران رقم واحد، ده اصطاد الشهر اللي فات 2500 فار. الفئران كده تسمع اسمه وتترعب منه رمزي، هو ده بقى استاذ عادل المخلص. طيب الحقني بتليفونه قبل ما رقبتي تضيع والنبي. عينيا يا باشا. يعني انت ان شاء الله تاخد الفار اللي عندنا وتجيب لنا بداله نمر ولا ايه؟ لا حضرتك خالص، انا هخلي القطط بتاعتي انا تلعبهولك كده على الشناكل حضرتك، تلعبهولك وبعدين انا هضرب هقولك ان احنا مشكلتنا الحقيقيه مع النمور. يعني كده هنموت يلا باين علينا ولا ايه؟ والبقى انا عايز اقول لحضرتك القط ده هو اللي هيجيب لك راس الفار. لو سمحت يعني يا استاذ بسبس نوى حضرتك، انا مش عايز يعني القط يموت الفار، لان انا عايز الفار كده على الكلمتين على استنفرارات. استنفرارات؟ ايه العلاقه اللي بينك وبين الفار؟ بتتفق مع الفار عليا هذا رمزي؟ لا يا دول انا بس هكلمه وعاتبه عتاب الكلب للندله، علشان انا ما كنتش متفق معاه على كده. دول كنت متفق معاه ان انا بس اهربه مش ياذكش. مش ياذكش؟ اقعد يلا اقعد ياد، مش عايز اسمع صوتك يا ضوع. ماشي بقى حضرتك تعمل ايه تاني؟ يعني عموما القط هيضربه ضربه مخبرين، تدروخه بس حضرتك، ها بس ما تعلمش في جسمه. يا سلام، انا طول عمري اسمع عن الكلب البوليسي، عمري ما سمعت عن القط البوليسي ابدا. يعني لا حضرتك هتشوف دلوقتي. يلا يا بستك، يلا يا بستك يا هجام بستك. لا حضرتك مفيش تهزيق ولا اي حاجه، انا حضرتك اللي فاشل واستاهل. طيب حضرتك معاك مواصلاتك ولا هتركب قطه من دول وانت مروح يعني؟ وانت رايح السيرك هتعمل ايه؟ لا حضرتك سيرك ايه بقى وبتاع ايه حضرتك، زمان النمور شمت خبر والقرود اساسا مستنيني على غلطه يا استاذ. مستنيين لك على غلطه؟ ده انت علاقتك وحشه جدا مع كل حيوانات السيرك بقى على كده. ايوه استاذ للاسف، استاذن انا بقى. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. مع السلامه يا سيدي. سلم لنا على الحيوانات كلها. حاضر يا استاذ، حاضر. اتفضل حضرتك. مساء الفل يا باشا. ايه المكوى يا باشا؟ المكوى؟ يعني انت اوعى مني. اوعى في ايه يا باشا؟ الزهر في فار في البيت دخل في قلب البنطلون، بس الزهر داخل يهزر. ولا رمزي عرفنا الفار فين؟ امسكوا يلا. هات بسرعه دوله، بسرعه دوله، بسرعه بسرعه. الفل يا باشا، برستيج يا باشا يا باشا. بيتك انت بتشرب الشاي بالشفاطة يالا. شوف الجهل يا دولا، انا المفروض ما ردش عليك لكن انا هرد. يا عم لا ما تردش عيني. بص يا دولا، الجو ده كله فيه تلوثات، والشطافة دي يا عمنا اكتر حاجة معرضة للتلوثات للجو. ايه الشطافة؟ انت بتتعامل مع الشفاطة على انها شطافة يالا؟ وايه الفرق يعني يا دولا؟ يا ابني الشطافة مش للشرب. امال ايه دول؟ لا حاجه تانيه خالص، لكن الشفاطه بقى هي اللي تشرب بيها حاجات ساقعه بس، مش يتشرب بيها شاي. والشاي برضو بيتشرب بيها شاي يا دول، علشان في فيروزات، والفيروزات دي لو دخلت معدتي هتعديني. فيروزات؟ دول على اساس اخوات فيروز الصغيرين. انت الفيروسات يا ابني لو دخلت جوه معدتك انت اللي تعديها.
بص يا دولا، انت هتقعد اقعد اناهد معاك كده وعمرك ما هتفهمني. انت مش مفروض الواحد يفهمك، انت بالكتير الواحد يبوسك ويركنك جنب، مش يبوسك يعني ويركنك، لا يرميك جنب الحيطه. ارميك ايه ده؟ ده انا شاي لو سمحت. ايه ده الراجل ده؟ انا عارفه. انا يا رمزي غريبه، مع ان انا حاسس ان انا ما اعرفوش. اتشطف وانت ساكت. لا انا عارفه، انا متاكد، كان معايا في المدرسه واسمه حمدي. يو يا عم بقى، يا عم بقى فكك بقى، انت كل شويه دول تقعد تقول لي ايه ده ايه ده انا اعرف الناس دي، ايه ده ايه ده انا اعرف الناس دي، وتروح تسالهم يقول لك احنا ما نعرفكش اصلا. بص يا عم انا مش همشي معاك في حته بعد كده. ولا ما تخافش ما تخافش. بص يا رمزي، عارف البازار بتاعنا؟ هتطلع لغايه عنده، معاك المفتاح بتاعه. دول هتفتح البازار بالمفتاح وهتخش جوه تقعد تستنى هناك. حاضر يا دول. يلا حاضر. الشطافه، خدت الشطافه دلوقتي القعده كده؟ معقوله الشطافه لازم جوه القعده؟ يلا اتكل على الله. بص ولا ايه؟ يلا اتكل. الو، ايوه انا المهندس حمدي السيسي. انت بتضحك ليه؟ انا بابا اسمه السيسي، انت مالك انت؟ ايوه انا بلغتهم في فرنسا اني مش قبل شهر عشان ابتدي الحفر والفحت. حمدي السيسي صح؟ ايوه. في حاجه يا استاذ؟ يا حمدي انت مش عارفني ولا ايه؟ انا عادل سعيد اللي كنت معاك في مدرسه النقراش الثانويه العسكريه بنين. فاكرك. لا مش انت، انت اقفل عشان الكارت. انت اقفل اهلا يا عادل. ازيك يا حمدي؟ وحشني. اخبارك ايه يا حمدي؟ عامل ايه؟ اقعد. يا اخبارك ايه؟ الحمد لله. اسكت، مش رشحوني بعد ما جيت من فرنسا ان انا اكون المدير التنفيذي للمرحله الجايه لمترو الانفاق؟ ما شاء الله، برافو عليك. يعني انا برضو رشحوني ان انا اخد جايزه قصور الثقافه عن الشعر، بس ما خدتهاش. يعني ايه ده عادي؟ انت لسه بتجري ورا التفاهات دي؟ التفاهات؟ لا دي هوايه عندي، بس انا عندي شغلتي. يعني انا عندي بازار في الشارع اللي ورا ده، عايزك تيجي تزورني. شارع ايه؟ شارع الترولي، بكسب منه كويس قوي الحمد لله. لازم تزورني يا حمدي. شارع الترولي؟ اوه ياه، ده انا هبقى عندك كل يوم. لا انا بقول لك تيجي تزورني، تيجي تزورني بقى كل يوم. لسه برضه فيك الحركات بتاعت المدرسه دي. طول عمرك لطيف. لا اصل انا عندي شغل يوميا هنا في الشارع، اصل شارع الترولي ده هنمشي فيه المترو. مشوا فيه المترو؟ طب يعني اشمعنى الشارع بتاعنا اللي هتمشوا المترو؟ ما تاخدوا المترو تمشوا في اي شارع تاني. هو انا جايب ابن اختي افسحه؟ بقولك ده المترو عارف، كلها شهر وهنبتدي نفحر في قلب الشارع. عارف الشارع ده هيتقفل خالص والمحلات هتتشال. تصور محلات هتتشال. ايه يعني الوقت عوزة؟ ده مشروع قومي. الله، لازم يبقى فيه تضحية. ايه يعني شارع او شارعين، محلين، كل ده عشان القاهرة الكبرى يا اخي. قاهرة وكبرة ايه؟ كبرة يا عم حمدي، انت هتعمل لي فيها رفاعي جاي تطلع لي تعابين؟ لا يا استاذ بعد اذنك، يعني ما ينفعش خالص تمشي المترو بتاعكم من الشارع اللي فيه المحل بتاعي. الله، لازم يبقى فيه ضريبة يا اخي، ايه المشكلة يعني؟ طب ما انا بدفع الضريبة، انا طول الوقت بدفع الضرايب حضرتك، وطول الوقت بتفرج على الاعلانات ويقول لك مصلحتك اولا وادفع. هي مصلحتي ان انا ادفع وبس، ما اخدش حاجة خالص يعني؟ هي دي ضريبة النجاح. كمان النجاح هيعملوا له ضريبة، أنا فاشل يا سيدي، المفروض ما ادفعش بقى ضرايب بتاعت الفشل دي. اوعى تقول على نفسك كده يا عادل، أنا عايزك تعيش معايا اللحظة. تخيل المشروع ده بقى بعد 6-7 قول 30 سنة لما يخلص. تحس بالفخر، تبقى ماشي مفخور كده، والفخورة واخداك وانت ماشي في الشارع كده، ان المحل بتاعك جنب المترو، وتشاور لأولادك وتقول لهم تخيلوا يا أولاد المحل بتاعي كان جنب المترو. يا سلام، ده ايه الفخوره اللي هبقى فيها انا والعيال دي؟ طبعا هنبقى ساعتها ماشيين بقى بنشهد حضرتك. ليه؟ انت مش عندك بازار؟ يا سيدي عندي. طب ايه رايك بقى انا هخدمك خدمه عمرك؟ انا هسمي لك المحطه محطه البازار. ها ايه رايك؟ لو كده يبقى معلش. محطه البازار برضو الواحد يبقى ماشي متفخور يعني حضرتك. طبعا. طب حضرتك انا مش عارف صراحه بجد يعني اودي جمايلك فين يا عم حمدي يا صديق الدراسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عادل تعالى اتفرج معانا على الفيلم. ده فيلم القطار يا عادل اللي انت بتحبه. القطار انا ما بحبوش. ليه بس يا ابي؟ ده فيلم يجنن، مهما تعاد لازم اتفرج عليه. انا ما بحبش القطار، انا حر.
الله، مالك في ايه يا عادل؟ احضرك الاكل يا عادل يا حبيبي؟ لا يا ماما ماليش نفس. في ايه يا عادل مالك؟ مالي؟ هيمشوا المترو في الشارع اللي فيه البازار. اخيرا اخيرا هترحم المواصلات والقرف واروح مدرستي بدري بقى. مدرسه ايه؟ المترو ده عشان يخلص قدامه 6 سنين، تكون انت طلعت على المعاش يا ماما. ايه والنبي يا عادل، والنبي يا حبيبي عشان خاطري، ابقى خدني معاك اتفرج على عمليه بناء المترو، حس اني من وانا صغيره هموت واتفرج على الحفار الهيدروليكي وهو يعمل. عارفين يا جماعه مس المترو ايه؟ انه سريع جدا، ما بيوقفش في اي اشاره. اتلاست انه هيعملوا مترو انفاق زي اوروبا. زي اوروبا ايه يا جماعه؟ انتوا مش فاهمين حاجه، يعني البلد تتطور زي اوروبا وانا حالتي تتدهور. عادل يا حبيبي ما تبقاش راجعي وما تخليش تحيزك للترومايه أسرع عن رايك في المترو. انا يا ستي لا متحيز للترومايه ولا للمترو. ماله التوك توك؟ صغير وزي الفل وبيزرق من الشوارع ومنحرات ويجي عكسي ولا عليه ضرايب ولا عليه مخالفات. ماله التوك توك؟ انتوا اصلكم مش فاهمين حاجه. طب ما تفهمنا انت يا ابو المفهوميه. دلوقتي المترو ده لو مشي في الشارع اللي فيه البازار الشارع كله هيتقفل بما فيها المحل بتاعي. يا لهوي، يعني البازار كده بح؟ ايوه ماما البازار بح. كمان عادل كمان كاسكم في فيلم نو. والنبي حباتي مش وقت فرنساوي خالص، كفايه المترو انه فرنساوي. طب المانجاتو هناكل ازاي؟ هناكل بقى من التطور الاوروبي اللي حضرتك كنت بتقولي عليه. بصوا غيروا المحطه دي، غيروا المحطه دي، انا مش عايز اسمع اي حاجه فيها قطر بعد اذنك يا نجلاء. حاضر. بصي اطفي التلفزيون خالص. حاضر. بصي يا عادل انا عندي فكره رهيبه، ايه رايك تجمع كل اصحاب المحلات بتاعه البازارات اللي حواليك وتروحوا كلكم كده تعملوا شكوى محترمه، على الاقل تاخد تعويض. او اقول لك يا عادل تعملوا اعتصام تحت سفح الهرم، وانا اللي هعمل لكم شعار المظاهره، ابو الهول براس انسان وجسم مترو كبير. جسم مترو ايه يا ماما؟ يا ماما كده اهو يبقى في دعايه للمترو. احنا عايزين دعايه ضد المترو على فكره. اصحاب المحلات لغايه دلوقتي ما عرفوش ان المترو هيمشي في الشارع، انا الوحيد اللي عرفت من واحد صاحبي. طب ما تقول لهم يا عادل يا ابني. يا سلام، اقول لهم عشان الاسعار ترخص وابيع انا بالرخيص؟ لا، عادل اذكى من المترو. طب بقى ناوي تعمل ايه؟ ناوي ابيع بالاسعار القديمه من غير ما هم يعرفوا خالص. ده غش، غش واحتيال، حرام عليك يا اخي، حرام عليك تبيع المحل وانت عارف ان عليه مشاكل. يا سلام يا ام ضمير، خلاص خليك انت لضميرك، سيبيني انا اتصرف بطريقتي، انا اللي بعرف اتصرف كويس وبعرف افكر كويس. ابيع بالاسعار القديمه وهم يولعوا. معلم تيتي انا حصل لي ظروف صعبه جدا ومضطر ان انا ابيع يعني المحل والبضاعه، وما لقيتش غير صاحبي وحبيبي واخويا المعلم تيتي اللي فكرت ابيعهم له. يعني اخوك وحبيبك؟ احنا هنصيع، ما انا لسه طاحنك في المزاد الاسبوع اللي فات. بس عادي يعني، انا وانت واحد مثلا يعني. والجروب السياحي اللي طشته بينك وبعت له نفس تماثيلك. بس احنا اخوات يعني، وبعدين اللي في جيبي في جيبك يعني معلم تيتي. ودلوقتي بقى جاي تمد ايدك في جيبي مش كده؟ الام بتبقى يعني الواحد بيهتم ان الام دي ما تتعورش يعني. مالها الحاج؟ جالها مرض خطير يعني اسمه التيسي تيسي. ايه؟ التيسي تيسي، وده مرض خطير جدا يعني مش موجود كتير في العالم يعني، بس جه الام يعني وبعدين يعني طول اليوم وطول النهار وطول الليل ما بتعملش حاجه غير انها بتقعد تعطس تيسي تيسي تيسي، لدرجه ما بيبقاش عندها وقت انها تتكلم يعني. ست الحاجه دي بركه وعلى عيننا وراسنا، مع اني مش محتاج بضاعه وبضاعتك عفشه ومحلك عتبته فقريه، لكن هفكر. ايوه فكر ونباتيتي، لان يعني لازم عايزه تعمل عمليه، والعمليه دي عينك دون وبتقطع عليا بنفس. ايوه مش هعمل كده تاني، بس عمليه ولازم تتعمل في بلد بره، حرام عليك. بس عشان المعلم تيتي على سن ورمح وسيد المعلمين وابقى خدام ست الحاجه، انا هاخد البضاعه بس بتمن جملتها، اما محلك ده بقى ده فقري زيك ما يلزمنيش. يعني يا معلم تيتي يعني حطيتني تحت سنانك وبتجز؟ ما انت ياما خربشتني وضفرك طالني. بابا خلاص خربشك ايه؟ الضوافر اتقصت والسنان اتخلعت والتيسي تيسي جه لامي. خلاص اذ ربما انا اعدي عليك بكره الم التماثيل وارمي لك فلوسك. ربنا يخليك ربنا يخليك، ماشي بكره، بس اهم حاجه يعني تجيب لي الفلوس على طول.
ده ايه الادب اللي حط عليه مره واحده ده؟ بقول لك الام يا معلم تيتي الام، وبعدين بتحرص طول الوقت وانا خايف اتعدي صراحه. هو معدي؟ اه معدي. اخلع انا بقى. شفتني بلم زباله. على رايك. عموما بالشفا يا معلم تيتي. بالشفا دي تقولها للست الوالده اذ ربما انت بطل عطس. يا سيدي ما تدوق، ايش يعني جت على كده؟ بقول لك ايه، اذا حبيت تبيع هدومك اديني رنه. حاضر يا سيدي، معني مقاسي غير مقاسك وذوقي غير ذوقك، ده ايه اللي انت لابسه ده شفاف يا معلم تيتي؟ معقوله يعني؟ لكن برضه بديك رنه. حاضر. سلام عليكم. مع السلامه يا معلم. خلاص يا معلم. يلا يا رجاله. الحمد لله خلصنا من البضاعة. ايه ده؟ ايه ده دولا ده؟ ايه ده؟ والله برافو عليك يا دولا، بعت البضاعة دي كلها؟ يا ابني بعت ايه؟ أنا شربت البضاعة كلها للمعلم تيتي وعلى معدة فاضية. لئيم أنت برضه دولا، استكملت لحد ما تكمم. أنت بتعلم الكلام يالا في مستشفى الكلب. يلا بقى يا سيدي المعلمين بقى نضرب كشري نخب الخازوق اللي خده المعلم تيتي. انت مش خد خازوق عادي، انا اخيرا خلصت من البضاعه يا رمزي، فاضل بس اخلص بقى من البازار. اه يا دوله بقى نخلص بقى من البازار او بص نتخلص منه. عارف بجد يا رمزي انا نفسي اتخلص منك انت، لان فعلا من زمان نفسي وامنيتي ان ربنا يكرمني ويبعت لي واحد يكون بيفهم اللي انا بقوله. بقى كده يا دوله؟ ده اذا كان انا بقى جاي لك النهارده بفكيره جهنميه بخصوص بيع البازار ده. فكرتي بقى فكيك. بص كويس يا دوله. كشري ماله يعني؟ المعلم زعزوع الاصابجي يا دوله. ماله المعلم زعزوع؟ اللي بناكل من عنده كشري يا دوله. ايوه اخلص ماله. اللي المحل بتاعه جنب المحل بتاعنا يا دوله. هتقول ولا نفخك ماله؟ سمعت يا عم ان هو عايز يشتري المحل بتاعنا. بتاعنا؟ هو المحل بتاعنا بس يعني، لكن ما دام عايز يشتريه وخدك انت كواسطه يعني ما عنديش مانع ان هو بتاعنا. انت عرفت ازاي؟ ايوه دول انا هقول لك. انا بقى وانا بضرب الكشري الاصطباحيه بتاعتي بقى من عنده سمعته قال ايه، بيقول للمعلم معلش ان هو عمال يدور على محل قريب من المحل بتاعه، واحنا بقى دول مش قريبين بس ده احنا لازقانين مع بعض. هو حر بقى ما دام هو اللي عايز كده. بس انا زعلان منك برضه يعني يا معلم زعزوع. معقوله يا راجل تكون بتفكر تشتري محل جنب المحل بتاعك وما تجيش تقول لي؟ ما انا خفت اقول لحد على الموضوع ده، يقولوا جاي كوش على الشارع كله، وانا ما بحبش ازعل حد مني. عموما الاكبر مني ومنك هيجي يكوش على الشارع من اوله لاخره. تقصد ايه يعني؟ اقصد يعني ان ما دايم الا وجه الله ونعم بالله. بص يا استاذ عادل، انا قلبي انفتح لك قوي، بيني وبينك كار الكشري ده مش بتاعي، ده كار ابويا وجدي وجد جدي، وهم اللي اجبروني اشتغل الشغلانه دي. ما هو برضه يعني يا معلم زعزوع طاعه الوالد والجد وجد الجد واجبه يعني. مظبوط، لكن دي مش غيتي، انا غيتي اكبر من كده بكتير، انا طموحي ملوش حد. يا سلام، وايه طموحك في محل كشري يعني؟ هتقلل الرز وتزود العدس؟ لا انا غيتي في القصب. معلش انا حاسس ان القصب لو اتحط على الكشري هيعجن يعني. لا مش عليه، انا هفتح محل عصير قصب وفواكه، وبكده نبقى ترجينا خطوه لقدام وين رايح الزبون. طب هو الزبون عدم المؤاخذه يعني تعبان في ايه؟ هقول لك، بيني وبينك الشطه عندي شديده قوي ووعره، اهو الزبون ياكل من هنا ويحب يهدي المسائل يروح يشرب كوبايه قصب، وبكده نبقى رايحنا الزبون. يا سلام عليك وعلى افكارك. عموما بص بقى يا معلم، انا المحل بتاعي قد المحل بتاعك بالظبط، شوف كده بما يرضي الله هتدفع لي قد ايه. بما يرضي الله هدي لك 100,000 جنيه، 50,000 دلوق و50 بعد شهر ونمضي العقد. نمضي العقد بعد شهر؟ لا مش هينفع. طب ايه رايك تدفع لي 70,000 جنيه بس دلوقتي ومش عايز اي حاجه تانية بعد الشهر ونمضي العقد على طول دلوقتي؟ امرك عجيب يا استاذ عادل. يا سلام، اخيرا خلصت من البازار وخلصت من البضاعه، مش فاضل غيرك يا رمزي، عايز اخلص منك. دول يا حبيبي يعني انا شايف كده بقى ان انت معاك فلوس كتير قوي. ها انا عايز حاجه صغيره يعني نسبه كده 80%. 80% نسبه؟ يا ابني انا خلاص الفلوس كلها خدتها وحطيتها عربون في محل جديد في الشارع اللي ورانا يا معلم،
اخلص منك. سافر بقى يا رمزي. حمدي ازيك؟ حمدي عادل ازيك؟ عادل وحشني. ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. والله بجد يا حمدي انا مش عارف اشكرك ازاي، يعني انت عملت فيا جميل العمر كله بجد. كنت هروح في ابو نكله يا معلم. لا ما خلاص، لا في ابو نكله ولا ابو فجله خلاص. قصدك ايه؟ قصدي يعني الشارع اللي فيه البازار بتاعك، شارع الترولي ده، طلع كده كنز وضيق من الجنب، فحولت على الشارع اللي بعديه اوسع شويه، الشارع اللي وراك على طول، واجيب بقى حفارات واحفر براحتي. يا عم انت عايز تحفر وخلاص؟ احفر يا عم احفر، وعلى ضمانتي انا لو اي حد كلمك صدرني انا. ما ينفعش، اصحاب المحلات هيزعلوا، عشان كده غيرت المسار. غيرت المسار؟ خلاص يا دولة ما تزعلش نفسك يا عم، هم من اللي خسرانين يا دولة، يعني هم هيلاقوا يعني بازار احلى من البازار بتاعنا فين عشان يقعدوا يحفروا فيه. بس يا غبي يا غبي، انا كده اتخرب بيتي، هعمل ايه؟ هرجع الفلوس بتاعت المحل وبتاعت البضاعه ازاي؟ اتخرب بيتي. اتخرب، ابعد عني، ابعد، سافر يا رمزي، اطلع على سويسرا، اهرب لسويسرا يا عم، مش معنى انت. يلا يلا اطلع برا، اتكل على الله، اطلع برا، مش عايز اعرفك، مش عايز اعرفك. انا 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 فعلا ندمان على المدرسه اللي انت كنت تحتك يا ابو العريف. بص يا سناء، مش ناقصاكي والنبي، ما حدش يقطمني، انا مش ناقص تقطيم يا جماعه. طب بص يا بيبي، ايه رايك ترجع لهم فلوسهم وتاخد البازار والبضاعه؟ ايوه الحكايه مش بالسهوله دي يا اخوانا. وبعدين هقول لهم ايه؟ هقول لهم امي خفت يعني. ايه ده؟ هو انت قلت لهم امك عيانه عشان تبيع؟ خص عليك، انت مش ابني، انت ابن الشوارع. يا ماما المساله مش كده يعني، انا بس كنت بقول لهم كده يعني، كده وكده يعني. ابي عادل على فكره بقى انت غلطت. يا سلام على المعلومه، انت غلطت، ما انا عارف ان انا اتزفت وغلطت. طب بص يا عادل، انت تشتري بازار في مكان تاني. يا رانيا يا حبيبتي، المسألة مش بالسهولة دي، البازار بتاعي اصلا الله يرحمه يعني ده كان في شارع مميز جدا مليان حركة. ابتدي من الصفر يا عادل. قصدك ابتدي من تحت الصفر يا ماما. بص يا عادل، انت تروح للمعلمين دول وتكلمهم بمنتهى الصراحة، يمكن تصعب عليهم فيرجعوا لك اللي هم خدوه. ماشي يا ماما، انا ممكن اتكلم معاهم، بس ما ينفعش اتكلم معاهم بصراحه يعني، لان صراحه لو اتكلمت معاهم بصراحه ممكن يشنقوني. سامحوني يا معلمين، انا يعني صراحه كنت انسان اناني ووضيع. قول حاجه جديده. زي ايه حضرتك؟ إذ ربما يعني واطي، خسيس، دني، لوكال. حاضر حضرتك، أنا إنسان واطي وخسيس ودني ولوكال. وما استاهلش أقعد مع معلمين كبار زيكم. وما استاهلش أقعد مع معلمين كبار زيكم. من الآخر عايز إيه بقى؟ كنت عايز أرجع يعني المحل اللي هو كان بتاعي ده، وكنت أرجع البضاعة اللي حضرتك خدتها يعني. المحل خلاص باح، جبنا القصب وناقص المكنة، نعصر ونبيع. طب يعني انتوا هتعصروا وتبيعوا، يعني انا هعمل ايه حضراتكم؟ يعني ده حتى الفلوس اللي انا خدتها منكم رحت حطيتها عربون عند راجل نصاب، خد الفلوس دي وكان بيبيع كروت بتاعت شحن، وخد الفلوس كلها وطلع على بره حضرتك. طب لو كنا رجعنا لك المحل والبضاعه كنت هتسد منين؟ يعني كنت ممكن اقسطهم لكم. اطلع بره يا انا، اطلع. حاضر يا معلم، حاضر. طب يا معلم، والناس اللي مربوطين في رقبتي دول اللي انا بصرف عليهم حضرتك، ده انا عندي ست ستات غير الجزمه اللي بصرف عليها حضرتك، اجيب لهم فلوس منين حضرتك؟ صعبت عليا يا علي. ربنا يخليك يا معلم، ربنا يخليك والله يا معلم، هقعد ادعي لكم كلكم، لا ادعي لكم كلكم. خلاص خلاص، هشغلك معايا في المحل. هتشغلني يا معلم؟ تقشر القصب وتعصر. اقشر واعصر؟ حاضر يا معلم، اقشره لكم واعصره لكم. يلا. لو انكم لببي impossible très gentil les très mignon يا نموذج. دخلت برضه؟ ماشي ماشي. الله عادل، انت مش عوايدينك انك تيجي بدري كده، وكمان جايب رمزي معاك.
والله انا قلت يعني اكافئه ويجي يتغدى معانا النهارده في البيت، لانه صراحه ما كسرش غير تمثالين بس، وبدل ما يقعد في البازار ويقعد ياكل في التماثيل بيفتكرهم عروسه حلاوه. ربنا يخليك يا دول يا رب. وبعدين يا دول ما انت بحبح المهيه بتاعتي شويه يا عم. هدول هدول صفتي كميله كميله، ده بيبي زقنن خالص. ايه ده؟ ده حاجه صحي؟ ايه ده؟ ده كلب عادي، كلب. ايوه ما انا عارف انه كلب، وانا قلت ان هو قطه. ايه اللي جابه هنا ده يا حبيبي؟ ده سوني، سوني عادل. سوني، عاشت الاسامي يا سي سوني، وانا عادل يعني. ايه اللي جابه بقى؟ الله يا دوله، دوله هو الكلب ده وان بحقه حقيقي ولا بلاستيك؟ بلاستيك، ده كلب بوليسي. يلا ايه ده؟ ده انا معيش بطاقه دوله. لا ما تقلقش انت بالذات، ما تقلقش من اي حاجه خالص، لان هو بالنسبه لك يعتبر زميل. انا عايز افهم الكلب ده ايه اللي جابه هنا يا هانا. بص يا بيبي اهدى بس كده، انا هفهمك كل الحكايه عشان انا عارفه كويس قوي ان انت متخصص في الاحاديث والاقاويل والمشكلات والحواديت. بص بقى، انا وانا قاعده عند الكوافير قابلت يا مامي صاحبتي باكينام، انت عارفاها طبعا يا حبيبتي. فاكره الفظيعه دي اللي هي المرايه دي؟ دي بقى كانت عايزه ايه، تسافر عند بنت خالتها مالطا تقعد هناك شويه كتير جدا. شعائيل دي لسه راجعه من اسطنبول. ايوه مامي، انت فاكره انها زينا قاعده طول النهار كده في البيت؟ لا دي رايحه جايه سفر طيارات وبتاع. المهم يعني اختصارا للقول، انها كانت مش عارفه هتحط الكلب فين لحد ما ترجع من السفر. فعرضت عليكي بقى ان انت تخلي الكلب بتاعها عندك يعني. عمري عمري استحاله ده يحصل. انت بتهرج ولا ايه يا عادل؟ امال ايه اللي حصل يعني؟ انا اللي عرضت عليها انها تخلي الكلب عندنا هنا. برافو عليكي يا رورو. يا بوزا بوزا زقنا نقامير غير تسرقه. ماما ماما انا عايزه العب مع الكلب. وانا دول عايز اخد الكلب ده واربطه واجري بيه في الشارع يا دول. بقول لك ايه رانيا، رانيا بس يلا انت وهي رانيا، الكلب ده مش هيقعد هنا في البيت، وانا ناقص كلاب وانا هصرف عليك ولا على الكلب لو سمحتوا. الكلب ده خديه سربيه. لو سمحت ما تجرحوش، ده ابن عيله متأصل ومن اصول عريقه. من اصول عريقه ايه يعني؟ جده لكي باشا. انت بتهرج يا عادل ولا انت مش عارف ده اصوله عامله ازاي؟ ده اصوله انجليزيه فرنسويه ايطاليه. ها انا ماليش دعوه بالاتحاد الاوروبي اللي جاي منه الاستاذ الكلب ده، اهم حاجه ما يعديش انا بقى حدودي الاقليميه في البيت. اخس عليك يا عادل. لا اخس عليك، اخس اخس عليك يا عادل، حرام عليك. انت ايه ما سمعتش عن جمعيه الرفق بالحيوان؟ ازاي ما سمعتش؟ امال الحيوان ده اللي انا برعاه بقالي 5 مواسم لغايه دلوقتي اعمل فيه ايه؟ رمزي زفت ده. ربنا يخليك يا دول يا رب. وبعدين يا عادل حرام عليك، انا ما اقدرش انزل الكلب ده في الشارع لحسن، انا خايفه عليه يتشرد ومستقبله يضيع ويبقى كده مدمن ومن كلاب الشوارع. كلاب يعني هيعمل ايه يعني؟ هيشم كله ولا يسرق عظمه من الجزار ولا يسطح فوق القطر يعني؟ ايه اللي انت بتتكلم عنه يا ابني؟ ده بياكل كل يوم شركسيه. شركسيه؟ بلاش اوفر بقى. شركسيه ايه يا ماما؟ ده اساسا عمره ما داق اللحمه ولا عدت من قدام مناخيره. خلاص خلاص يا عادل، خلاص بقى. واضح ان انا مضطره استغنى عن ال100 جنيه اللي كانت هتطلع لي من الكلب كل يوم. 100 جنيه؟ اصل انا ما قلتلكيش يا مامي، صاحبته ادتني 1000 جنيه على اساس ان انا اصرف على الكلب كل يوم 100 جنيه، بس انا طبعا بنظرتي المصروفيه اللي هي المحافظه قلت ان انا هصرف عليه 50 جنيه بس، وال 50 جنيه هسيبها لمصروفاتي الشخصيه. رانيا لا، مصروفات البيت يا مامي. انت عارفه زمان كان نفسي يبقى عندي كلب، بس كان عندنا بيت صغير يعني، بس انا بحب الكلاب قوي، والنوع ده كمان اللي هو النوع الكلب الابيض. والكلب الابيض ايه ده؟ انت جايبه الكلب هنا؟ هو ايه يعني ما كفاكيش طول اليوم ان هو يبقى معاكي يعني؟ جايبهولي شوفي لو سمحتي، شوفي هينام فين؟ هنا. هينام هنا فين؟ في وسطينا يا بيبي. في وسطينا؟ ده اذا كانت ياسمين بنتنا عمرها ما نامت في وسطينا، هتنيمي كلب في وسطينا؟ صالك يا عادل، ده سوني 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 سوني. ايه سوني 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 سوني؟ إيه ابن اختك يعني؟ لا طبعا مش ابن اختي. طبعا عشان اختك لسه ما خلفتش. ما تهزرش يا عادل. لا انا بتكلم بجد، الكلب ازاي هينام في وسطينا ازاي يعني؟ معقوله يعني يا رانيا؟ يا عادل يا حبيبي، انا وعدت صاحبته ان انا حاسسه بالحنان والحب والامان والامن. الامان والامن ده ممكن يحسهم في اي حته لعلمك، لو نام في البلكونه هيتسلى جامد، عنده النجوم يقعد بقى يتفرج عليها براحته. او اقول لك ممكن ننيمه في الصندره، عنده فران بالهبل هيقعد يلعب معاهم وهو قد الفار اساسا. ما اقدرش يا عادل، ما اقدرش ما اقدرش يا حبيبي، ده امانه امانه امانه. أمانة عليكي، أنا عايز أنام كده يا عادل. أوكي طالما أنت عايز كده بقى ومصر وملح بقى، رجع الفلوس اللي خدتها في مقابل إنك ترعاه ذلك المسكين الحيوان. لا ده الحيوان ده لطيف جدا، ده أنا بحبه جدا يا سوري.
بتعمل ايه؟ بسقي الجمل دول عشان الدنيا حر. بتسقي الجمل؟ يخرب بيتك، مش كفايه التماثيل اللي بتبوظها، كمان بتبوظ الجمال. يا ابني الجمل ده سفينه الصحراء، يعني ما بيشربش ميه خالص. ايه ده دولا؟ ايه ده الكلب ده؟ دولا، هو الكلب ده اللي انا شفته عندك امبارح في البيت؟ اه يا سيدي، هو رانيا اصرت ان انا اقعده عندنا اسبوع فجبته بقى. شخصيتك الضعيفة دايما موجودة في كل حتة. يا دولة رانيا تقول لك حاجة تقوم راضي كده هون بالأمر الرابع على طول. الأمر الرابع؟ طب إيه هو الأمر الثالث؟ أنت أي هيصة جاي فيها وخلاص. المهم يا سيدي، عايزين ندور على مكان بقى الكلب ده يقعد فيه هنا في البازار. لا يا دولة، بص يا عم، إحنا الأرفف عندنا كلها زحمة يا عم، والدنيا حر والتماثيل مش طايقة بعض أصلا. وأنت فكرك إن أنا هحط الكلب ده على الأرفف يا غبي؟ يا غبي، عايزين نعلقه في حتة يعني. إيه رأيك يا دولة إحنا نعلقه هنا مطرح الطبلة دي؟ اشنقه بقى مكان الطبلة؟ لا 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 لا، بص أقول لك حاجة، خليه على المكتب زي ما هو قاعدة. ألا أقول لي يا دولة، يعني وأنت ناوي يعني فعلا تخلي الكلب ده هنا عندنا في البازار؟ خليه في البازار، ايه المشكله؟ دولا، مش انت امبارح قلت لي ان الكلب دون يعني بوليسي؟ طبعا بوليسي، بس هو انت عارف بوليسي متنكر، يعني عامل نفسه كلب صغير زي ما تقول كده، ايه، كلب بوليسي سري. طب يا دولا بقى خليه بقى يعني وصيه عليا، علشان انا لسه ما طلعتش بطاقه. لا، هخليه ياخد باله منك، بس اهم حاجه انت كمان تاخد بالك منه وشوفه محتاج ايه، يعني نفذ له اوامره. انا يا دولا تمام يا فندم، تمام. دولا، هو هيعمل ايه بقى هنا بالظبط؟ هنا يا سيدي هيقوم بالحراسة طبعا في البازار عادي جدا، يعني انت هتحرس البازار طول الليل وهو يحرس البازار طول النهار. ايه ده؟ اشمعنى يعني انا اللي احرس البازار بالليل؟ لان هو كلب صغير يا ابني، ده ينفعش يحرس بالليل يا ابني، ده هو نايم بالنهار اساسا، ده احنا هنصحيه بالليل بالعافية. فهمتك. دولا باين عليك ده هو مقتنع بالكلب. ولا رمز، انت بتفكر مع نفسك بصوت عالي ولا ايه؟ انت سمعتني؟ يخرب بيتك. ما بص بقى دولا، بصراحة يعني انا الكلب دون جاي بقى كده وانا على قطع عيش يا عم. يا عم قطع عيشك ايه بس يا رمز، واي كلام بتقوله؟ يا ده يا رمز انت غالي عندي، انت بمية كلب يالا. ربنا يخليك ليه يا دولا يا رب. هوا هو كده؟ حسن يا حبيبتي اصحى بقى، والنبي انا نفسي افهم يا عادل انت عملت ايه في الكلب ده؟ هكون عملت له ايه يعني؟ بالعكس، ده بياكل 3 وجبات في اليوم، الواد رمزي ما بياكلهمش يعني. لا، ما هو فعلا واضح ان انت مهتم بيه وبتاكله. حرام عليك يا مفتري، ده عنده انطواء نفسي سايكولوجي وحالته النفسيه متدهوره، ده مكتئب. جرايه يا ست انتي، يعني عايزاه يعمل ايه؟ يسيب شغله ويقعد يداد الكلب بتاعك؟ ده حاجه غريبه والله، الكلام اللي انت بتقوليه ده. يا ماما عامل ايه للكلب مش راضي ياكل؟ انا قلت من الاول موده مش مظبوط. موده مش مظبوط اعمل له ايه يعني؟ وبعدين لعلمك بقى رمزي يعني متولي كل حاجه، بياكله بيشربه بيحميه وكل حاجه. لا انا مصدقاك، اي ما هو واضح ان هو واخد باله منه وبياكله، ده مش بعيد يكون بياكل اكل. حرام عليك، انا مش عارفه بيكي لما هترجع من السفر وتشوف الكلب بالحاله المزريه دي هتقول علينا عملنا ايه. عملنا ايه يعني؟ اعمل ايه؟ انا مش فاهم يعني. كفايه قوي ان انا مهتم بيه وباكله وبشربه، كفايه منظري بس قدام المعلمين بتوع البازارات وانا داخل خارج معايا كلب صغير كده معمول له فيونكة حمرا، شكلي وحش. لا والله، انت قد الكلام اللي بتقوله ده. اوكي يا عادل، اوكي، اعتبر الاتفاق انتهى، هات ايدك بقى على الفلوس اللي انت خدتها قبل كده، واعتبر ان الالف جنيه دي خلاص بح. يا راني ايه، هنعض في بعض ولا ايه؟ والله بقى انت اللي بدات النباح يا استاذ عادل، اشرب. ازيك يا كلب؟ ازيك حته؟ صباح يا عم رمزي. الحمد لله. ازيك يا دول؟ ايه اللي جابك هنا يا ده رمزي؟ ياه يا دوله، زهقت يا عم من قعده بقى البازار، فقلت بقى اجي اقعد في القهوه شويه، ولا يعني الكلب ده وان احسن مني يعني؟ هتزق الكلب ولا ايه؟ انت بتغير منه ولا ايه يا ده رمزي؟ بس يا دوله يعني الكلب دون مش احسن مني في حاجه يعني؟ طب ما انا بحرس البازار زيه بالظبط يا دوله. لا مش زيه بالظبط، هو بيحرس البازار بس، انت بتحرس البازار وبتكسر التماثيل. ايوه بكسرها عشان بفك النحسه، هي ما بتبقاش عايزه تتباع. انا مش فاهم انت جاي تهبب ايه، عايز ايه؟ ولا حته. امرنا معلم رمزي. لو سمحت عايز كوبايه شاي تاني يعني على حساب دوله حبيبي. انا ايه؟ ولا ما انت لسه شارب الشاي بتاعي. اديك قلت اهو بتاعي، يعني انا لسه ما طلبتش حاجه. يا سلام. اتفضل يا باشا. شكرا يا لحيت. هات حته. ايه ده، انت هتاخد الشاي بتاعي؟ بتاعك ايه يالا؟ الشاي ده بتاعي انا يالا. بس مش عايز اي دوشه. لا مؤاخذه يا باشا، البس الصغير ده بقى مش هنجيب له بقى يعني كراويه حلبه ينسون شويه عصير عظم؟ ولو باشا بيشتغل بالحجاره ده ولا مش بالاكل ولا ايه؟ يا ظريف، ده كلب زميلك ده. ايه ده دوله،
ده كلب زميلك ولا كلب بوليسي؟ بص ده اصلا كان قطه واخد بالك، بس عمل عمليه تجميل لانه كان رافض الجنس بتاعه ده، فبقى دلوقتي كلب يعني ما شاء الله. يا اتريني يا دولا، كل ما اضربه يقعد يناونو. امال ايه بيناونو ده؟ وبعدين انت لابس اللبس بتاعه اللي عليه رسم الكلاب ولا ايه؟ لا دولا ده اللبس بتاعه دولا. يا باين عليك بتحب الكلب ده يا استاذ عادل. اه طبعا لازم احبه يعني، ده برضه روح يعني. طب يا باشا طالما يعني غالي عندك قوي كده ما تعالجه. اعالجه ازاي يعني؟ اعالجه فين؟ اوديه لدكتور نفساني؟ اوديه للدكتور مجد الديل. ايه مجد الديل ده؟ يعني مدام ديل يبقى اكيد بيعالج حيوانات يعني؟ لا ده حكايته حكايه يا باشا. مجد الديل ده هو صغير عضه كلب فراح المستشفى قعد 15 سنه هناك، فبقى تخصص عليك كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ما انا وانا صغير دول عضني كلب عادي يعني. اكيد طبعا الكلب خد 21 حقنه. ايه ده دول انت شرفك يا ابني؟ ما انا عارف، ما دي امراض بتتنقل للكلاب. المهم معاك العنوان بتاع الدكتور ده؟ اه طبعا يا باشا معايا. طيب حلوة. ايه 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 هتعمل ايه؟ هتدلق المية على الكلب؟ لا بس كانت هتقع. كانت هتقع. ادخل. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، احب اعرفك بنفسي، انا الدكتور مجد الديل، اخصائي في علاج الكلاب اللولو والجرفون، ماجستير في علاج كلاب الصيد، دكتوراه في علاج كلاب الحراسة، وزميل كلية الكلب البوليسي، وعضو الجمعية الدولية لكلب البحر. أكيد بقى موضوع كلب البحر ده حضرتك ما بتصيف يعني، ما بتضيعش وقت تعالج كلب البحر برضو يعني. حضرتك تقدر تعتبرني ملزمة، ملزمة في علاج كل أنواع الكلاب الأليفة. يا سلام. طيب حضرتك يعني احنا عندنا مشكلة في الكلب بتاعنا ان شاء الله. معاك روشيتا؟ اه اتفضل هي حضرتك. اه كشف باسم الكلب سوني. خير، بيشتكي من ايه ده؟ لا يا دكتور مش ده اللي عيان حضرتك. وايش عرفك انت؟ انت دكتور؟ ده عيان وحالته متأخرة كمان. ايوه حضرتك انا واثق ان حالته متاخره، بس ده ان شاء الله هيحتاج علاج طويل او حالته ما يقوس منها خالص، لكن اللي معايا ده هو اللي حالته ممكن يبقى فيها امل اهو. اتفرج حضرتك. ياه ده حالته صعبه خالص. طمنا يا دكتور، عنده ايه بالظبط حضرتك؟ للاسف الكلب عنده كرومبولي على المخ، واحتمال نعمل له عمليه نقل مخ. نقل مخ؟ لا بقول لك ايه يا دولا بقى، ما تقعدش تبص لي يا عم، انا مخي بقى مش هيتنقل لحته ثانيه يا دولا، انا مش ناقص. وبعدين يا دولا انا سمعت ان نقل الاعضاء حرام. لا يلا، نقل الاعضاء لما بيكونوا في نادي ولا حاجه هو ده اللي غلط، لكن نقل الاعضاء من حيوان لحيوان ده عادي يا ابني. طب بص يا دولا، ايه رايك ننقل مخ القطه دي للكلب ده؟ لا ساعتها يبقى كلب مقطط. غلط غلط. لا يا دولا، ما ساعتها برضه هيبقى مخ الكلب ده في القطه دي. ساعتها هتبقى قطه بنت كلب. لا لا ما ينفعش، انت مخك ناخده ننقله الكلب ونخلص بقى. طب وهيبقى ايه بقى ساعتها؟ هيبقى كلب مخه جزمه. ايه رايك؟ من الواضح ان الكلب تعرض لضغوط نفسيه شديده الشده اثرت على عقليته الباطنه، وطبعا اثرت على وظايفه الحيويه اللي بالتالي هي الكلاوي والكبده والمخ. يا سلام، كلاوي وكبده ومخ، جوعتنا والله يا دكتور. للاسف الكلب جاله شلل دماغي تام وفقد القدره على الهوهوه. اختصر يا دكتور ديل وقول ان هو مات يعني. لا لسه في امل، بس انا عايز اسالك سؤال، الكلب ده كان قاعد مع مين اليومين اللي فاتوا؟ اوف ايه اوف ايه، كان قاعد مع ده حضرتك يعني. انا عارف طبعا ان رمزي من سلاله تانيه، بس ما كانش قدامي غير ان انا قاعد اتنين مع بعض. طب انت بقى دولا بقى ليه ما قلتش للدكتور ديل على الاطاد اللي انت بتتهدوني دول، ومدي اجر للكلب دول قد الاجر بتاعي؟ اه النفسانه ابتدت تظهر. عموما انت مشكلتك النفسيه دي هنعالجها بعدين، نبقى نقطع لك كشف ونجيبك للدكتور ديل. النهارده احنا في مشكله الكلب. اقعد. الحل ايه يا دكتور؟ الحل ان الكلب ده اتعامل معامله سيئه ومش حاسس بالاضطهاد، وفي حد حطه في دماغه. انت هتفضل مقضيها هف هف ولا ايه؟ ما انا عارف مين اللي حطه في دماغه. نعمل ايه يعني يا دكتور؟ لاوي قوي كده ده رمزي. ايوه دولا بقى، لان انت بتحب الكلب ده اكتر مني يا دولا بقى، لدرجه اني حسيت بالتفرطه العنصريه.
التفريطة العنصرية. ماشي يا رمزي، انت عملت ايه في الكلب بالظبط يا قاضي؟ بص بقى دولا، انت كنت كده وان كنت بتديني 2.5 جنيه اجيب لي انا وهو لانش ناكله انا وهو سوا. قلت عادي يعني، من يومين كده وان قلت لي لا يا رمزي هات له هو ب1.5 جنيه وانت ب1 جنيه يا رمزي، وكل واحد في ورقه لوحده، بتخونني. لا وفيها ايه دي يعني معادي؟ لا يا دولا بقى مش عادي، انا بقى رديت لك الصاغ بقى صاغين بقى دولا. قمت انا جايب لي انا ب1.5 جنيه لانشون كلته كله لوحدي، وجايب له هو ب1 جنيه واحد بس لانشون، واللي فاض منه كلته كمان. انا مش هقدر طبعا يا رمزي انزل لعقليتك، لكن اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ حرام عليك، جبت للكلب شلل في لسانه. بص بقى دولا بقى، انت ابن عمي وحبيبي وكل حاجه، بس بقى اللي اوله شرط اخره نور، يا انا يا الكلب ده في البازار. يا سلام الكلب، اتكل على الله. لا دولا انا اسف يا دولا، انا كنت بهزر يا دولا، والله كنت بهزر، ما تقطعش عيش يا دولا والنبي. ايوه كده اتعدل. عموما الكلب ده هعينه مدير عام للبازار، وانت هتبقى شغال عنده. الكلب ده بقى هز ديله يمين تروح يمين، هز ديله شمال تروح شمال، سامع؟ ماشي يا دولا. طب افرض بقى الكلب ده فرح بقى وقعد يهز بقى ديله شمال ويمين، اعمل ايه؟ تفضل رايح شمال ويمين شمال ويمين لغايه اما تدوخ ونخلص منك يا دولا بقى. هو ما بيبص، ما بيتحركش اصلا. انت عملت فيه ايه؟ ما بيتحركش. بص انت بتعقده، بتعمله صوت قطه. ماشي اتكل على الله، روح هات له كوكتيل عشان يفوق كده. ايه طب وانا دول؟ وانت ايه؟ انت هتعمل دماغك بدماغ الكلب؟ اتكل على الله هات الكوكتيل. ماشي 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 ماشي. معلش 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 كلب. صباح الخير. اهلا اهلا، ازيك يا خواجه؟ اتفضل اتفضل. ايه ده، انت عندك نوع من الكلاب دي؟ اه لا، بس الكلب ده مش بتاعي، ده واحده سايباه عندي لمده اسبوع، لكن لو عايز اي كلاب تانية عندي مثلا تماثيل كلاب فرعوني، وعندي برديات فيها رسومات كلاب فرعوني زي ما انت عايز. لا تمثال ايه؟ مش ممكن، ايه الصدفه دي؟ يا حضرتك موعد الكلب ده هنا في البازار ولا ايه؟ بص يا حبيبي، انت عارف ان انا عندي مزرعه من الكلاب، وعندي كلبه اسمها ريتا، وبدور لها العريس من سلالتها. بتدور لها على عريس على اساس اخطب لكلبتك وما تخطبش لكلبك يعني؟ والصدفه ان ريتا في مصر دلوقتي في شرم شيخ. ايوه جميل، اهلا وسهلا بيها يا سيدي، بس مش هينفع يعني حضرتك. ارجوك. لا حضرتك مش هينفع خالص بجد، الاصل دي مسؤوليه، ما ينفعش ان انا اجوزها من غير ما اهله يعرفوا يعني. هو يوم واحد هاخد الكلب اجوزه لريتا وارجعه لك تاني. اسف مش هينفع خالص، معلش يا خواجه. هديك 500 دولار إيجار يوم واحد. 500 دولار إيجار يوم واحد للكلب اتجوزه لريتا؟ حضرتك أنا ممكن أشهر رعاية و500 دولار جواز، ده كده الكلب ده جاي من وراه مصلحة مية مية. حلوة قوي 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 يا دولة، الله عليك يا عم. بقولك يا دولة، ما تنساش بقى أبو الرماميز ابن عمك، ها عزمني بقى على كوكتيل فواكه البحر. كوكتيل فواكه البحر؟ أي زفارة جاي فيها أنت وخلاص. يا راني، ايه ايه باكي نام، صاحبه الكلب جايه تاخده النهارده؟ هو دلوقتي مش معادها بكره؟ ماشي ماشي خلاص، انا هجيب الكلب واجي. حاضر ماشي، سلام سلام. لازم اكلم خوليو بقى عشان يرجع الكلب ده، مصيبه سودة. لا يا دولا لا، اوعى تعمل كده يا دولا، لا يعني هتعكنن على الكلب في يوم فرحه يا دولا يعني. طبعا صعبان عليك، ما هو جنس واحد طبعا. ايه دول؟ ايه لا لا، بقول لك ايه، ما تفكرش في لا. لا لا لا، لف 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 لف. ايه دول؟ لف كده، ديل صغير. ماشي لف كده. اعمل لي صوت كلب كده. لا ميه.